بخير اختي، شو القصة؟ ليش جبتيني عملات وشي؟ لك يا حاجة بقى، انت قاتل حالك لحتى تجي فوت. خير؟ عندك ضيوف؟ مرحبا. لا معلش، خذ راحتك، انا بالاصل كنت رايحة. ايه وانا رايح شغلتي، ثواني بس ما بتأخر. عدي عبورة القهوة عمار. تعال في تحت اختي. يسلموا. انا دقيت له مشان يجي، عوزته بشغلة هيك. ولا يهمك، انا اصلا بدي اشوف عمو سلام اذا بده مني شيء. حاج متضمنة معك انت وجوزك، تقعدوني. بس ليكي اول ما يروح رح دق لك مشان تجي. ماشي يلا باي باي. مرحبا عمو. اهلين. لك عمي، شو قصتكم اليوم؟ طالعين لازم طالعين لازم متمكوك الحقيقة. بدك الصراحة؟ ايه. اطلع لعند اروى، تضحية كتير كبيرة على واه تضلها لحالها. اه مشان هيك نزلتي فورا؟ لك كان اجى اخوه الغليظ متفركته. عمو انا عندي مشوار هيك صغير بدي مشان تصوري نوت للبكالوري. الله معك عمو. مظبوط. الله معك. يلا تعال لشوف بزمار جاح على امتى بدك تضلي تدقي فيه. ايه ماما عندي. ايه ماشي ماما، فورا ببعتلك اياه. لا تبعتي قبل ما تطعميها. لا امي هلا بطعميها. ماشي يلا باي. خير؟ ما في شيء، امك اشتاقت لك. هلا انت بعتي وراي لحتى تقولي لي ان امك اشتاقت لك؟ اكيد لا. ليك نزار، انا طلبتك تجي لعندي لهون لانه بدي اياك تساعدني. بتفتح اذانك كثير منيح وبتسمعني شو بدي اقول لك بالمختصر المفيد. اختي اختصري، انت بس زدتيها وانا بلقطها. تلقطها؟ خلينا نعتبر انه كل الناس حيطان، بس في حيط اوطى من حيط. منيح لهون؟ كتير منيح. ايه عال يزن هلا حيط، بس يعني حيط واطي، فبده حيط اوطى منه منشان يفهم عليه. ليش؟ ليش؟ لانه حاسس حاله ضعيف، فمشان ما يحس بعقدة النقص بدنا حيط أوطى من حيطه لحتى يحاكي. ومين هالحيط؟ أنا. إن شاء الله بتقبر قلبي يا أخي، وأخيرا صار إلك عازة. لك أنا من يوم يومي بقول عنك أكتر واحد منافق وملوفك بهالدنيا كلها. منافق وملوفك على أساس انطمز. يلا قوم خلصني على أساس انطمز. سيك هي 5000 دفع على الحساب. لا لا أعوذ بالله، معقول؟ الله يسامحك. كم سيك؟ مشان ما خجلك. طيب أختي، أمتى بدك تعطيني الدفعة الثانية؟ لك إن شاء الله بتنعطى لطشة، بس لا تعرف لي شو عم يصير معه. شو طابخة؟